تشوفون الابتسامة هاي، لأنه راح أرزلكم، فقلت خلي أبتسم شوية أعطيكم وجه بشوش حتى بتزعلون من الرزالة مالتي، بس يعني I have to، أنتوا تحجون الأخرس صراحة. ما عندي شيء ثاني أقوله guys، يعني شوية common sense. التعليقات مال البارحة على البوست مال السؤال مال تزوجتوا ولا لا، التعليقات أضرب من السؤال نفسه. والله السؤال اللي الناس اللي ما شافوا وما يعرفون وتأثر عادي، يعني مو كل الناس تتفرج سوشيال ميديا، بس جماعة اللي على الصورة وعلى التعليق كاتبي لي إنه وي معاملنا هذا بس عقد. إذن هو عقد شنو؟ عقد إيجار، عقد نفتح محل، غير عقد زواج. ما دافتي من شو تفكرون guys؟ أكو فرق بين عرس وبين واحد يتزوج legally، يعني رسميا شيخ، محكمة، قاضي، شهود، هذا زواج. العرس فهو الخطوة اللي وراها، وكم هاي ناس ما يسوون عرس. يعني هل هذا يعني أنهم حيظلون بنظركم مخطوبين طول عمرهم إذا ما سووا عرس أو حفلة؟ يعني اللي متزوج رسميا على ورق وش قاطع مهار، كاتب كتاب، شو تسموها أنتوا بالمصري بالعراقي بالأردني، خلاص يعني legally married بالأوراق بالمعاملات بهاي الشغلات. يعني ما أقدر أروح مثلا عندي تقديم في شيء دائرة رسمية وهاي ويسألوني أنت متزوجة أو مخطوبة، أقول لهم والله أنا مخطوبة لأنه أنا سويت عقد بس ما نزلت صورة بدلة على الإنستغرام، غير طردني. يعني أكو ماكو فرق، بس سؤال إنه حتسوون عرس ما حتسوون عرس إز احتفال، ما له علاقة هو بشيء رسمي واحد يتزوج أو لا. فالعرس إز later step، ممكن واحد يسوي ما يسوي. بس راح أجاوبكم على شغلة، إنه أكو ناس صدق افتر رأسهم حقكم اللي بيقولوا ليش بعدكم لابسين الحلقة باليمين، لابس حلقة أنا قاعدة بالبيت. أول تالي وان لأنه يا حبايب قلبي، إحنا من خطبنا بشهر 12 كان علي هستوى مسوي عملية بركبته، فكان عنده 6 أشهر مال ريكفري اللي هي العلاج مالته، العلاج الفيزيائي كل يوم، التمارين كل يوم، هذه كلها كانت بالنسبة لنا صراحة برايورتي، يعني أولوية أنه هو يرجع ريكفري مالته سريع ويرجع الوضع الطبيعي. فما كنا نعرف أنه راح نقدر نسوي عرس أو لا، وما كنا نريد أنه ننتظر مثلا سنة سنتين، it's too long. فقلنا خلاص we want to get married، فتزوجنا بشهر 2 اللي هو 2/2، كتبنا كتاب، قطعنا مهر، عقد، whatever you want to call it، وقلنا خلاص موضوع العرس on hold، نشوف إذا وقتنا سمح، إذا قدرنا، لأنه همنا شغلة ثانية كنا ننتظر نشوف علي بأي بلد راح يروح، يعني يا نادي راح يوقع، وشوكة الدوري مالتهم، شوكة البريك مالتهم، كل شو هاي تفاصيل. ما نقدر نحط موعد، خاف يطلع مثلا اكو بعدها مباريات، واحنا هم اثنيناتنا عندنا فاميلي، يعني اهلنا بغير بلد، يجون من دول ثانيه، فما نقدر قبل باسبوع اسبوعين نقول لهم والله راح نسوي عرس تعالوا، يعني صعبه شويه. فلازم يعني الخطه تكون قبل فد اقل شيء شهرين، بلس اني الودي بلانر، يعني مو انه عندي شركه راح تسوي لي، احد ثاني حيسوي لي العرس، اني اللي حسوي العرس، فدبل ستريس يعني علي، حيكون الضغط اكثر ووقت اكثر. فقلنا خلاص عرس to be honest with you ما كان مهم بالنسبة لنا، we got married we live together عايشين سوا، وقلنا الله كريم موضوع العرس إذا رحمت الزمان والمكان والوقت المناسب وهذا كله نسوي، إذا ما رحمت خلاص نكنسله مو ضروري. فلذلك ظلينا لابسين الحلقات باليمين، لأنه قلنا إذا حنسوي عرس يعني هاي الحركات مال تبدلون الحلقة من اليمين لليسار، فأنتم من تشوفون الحلقة باليمين عرفوا إنه موضوع العرس لم يتكنسل، فاحتمال الشهر الجاي حنسوي عرس مفاجئكم، you never know. بس بعيدا عن الشقة خلي شوية نحكي جديات، التعليقات مال البارحة تعرفوش خلتني أفكر شقد صايرين إحنا تركيزنا بالسوشيال ميديا كلش كبير، إلى درجة إنه الشيء إذا ناس ما شافوه بالإنستغرام أو يعني نحكي على الناس اللي أكاونتاتها بابليك، إذا الشيء الناس ما شافوه معناته لم يحدث. زين أكو هواي ناس ترى ما يعجبهم يسوون عرس، يعني هم أصلا ما يريدون، مو لأنه ظروفهم ما تسمح. هواي أعرف عن صديقاتي دائما يقولون إحنا إذا نتزوج ما نسوي عرس، ما نريد لا حفلة ولا نروح للمحكمة، نتزوج رسميا بالمحكمة وانتهى الموضوع. ها هي أكو ناس يجي يحبون، أكو ناس ظروفهم ما تسمح إنهم مثلا يسوون عرس،